اهلا بيكم في برنامجنا. خلال الاسابيع السته اللي جايه هتشوفوا معانا سلسله تقارير مصوره عملها شباب متطوعين من 8 محافظات مختلفه على طول النيل، وكل تقرير بيركز على هدف واحد من اهداف الالفيه للتنميه، والاهداف دي حددتها دول العالم سنه 2000 خلال مؤتمر الامم المتحده عشان توفر مستقبل افضل للانسانيه. وهنقدم لكم من هنا اول تقرير من محافظه اسوان اللي بتمثل موقع مثالي لبدايه رحله على طول نهر النيل، واللي بيركز على الهدف السابع من اهداف الالفيه التنمويه وهو ضمان الاستقرار البيئي. الساعه 6:30 الصبح دلوقتي، واحنا في طريقنا رايحين اتفو وقريه نجع بعرفه تابعه لمحافظه اسوان عشان نشوف مشروع جديد بيعالج المشكله البيئيه بطريقه احسن. بعد سنين عاش السكان من غير تركيب صرف صحي آمن، بقت مية الصرف النهاردة بتهدد راحتهم وسلامتهم. أستاذ أحمد وهو مدرس في القرية شرح لنا حجم المشكلة. طالما فيه مية صرف ظاهرة على وش الأرض يبقى لابد من وجود حشرات، فإحنا بنعاني أشد المعاناة من الناموس، وبنعاني أشد المعاناة من حشرات كثيرة حتى كنا في يعني في زمان ما إحنا ما نعرفهاش، وده بالتالي طبعا ما يترتب عليه من نقل الامراض وخلاف وخلاف. كله لف كله لف داير الدره والبيت كله، ما فيش حته عندنا مكانك مبوظها البيره. سهل اننا نلاحظ تاثير مياه الصرف الصحي على بيوت القريه، لان رشح الميه باين على اغلب الحيطان. المشكله درنا البيارات مش مطرناش، يعني كل ساعه كل سنه بنجدد في الحوض دي. شوف ناس ده، وبعدين دارنا في الناموس وجايبنا الامراض وجايبنا المشاكل، مش عارفين نعمل ايه يعني فيها. ودارنا ضرر يعني مش كويس، وكل سنه هنا تكاليف علينا بقى كمي، نكلف نجيب اسمنت ونجيب حجار ونجيب كده برضه. المشكله دي زادت في القريه واصبح اغلب السكان بيعانوا منها. لما يظهر كده كمان حواليها النشا جامد، بتاجي عربيه الصرف بتنزح، بتتفتح من هنا وبتنزح. مية الصرف غير المعالجة بتتجمع في بارك في كل مكان في القرية، لكن رئيس القرية كان واضح في عرضه لأسباب المشكلة. طفح البيارات لأنه معمولة بطريقة غير فنية، خزانات طبعا حجمها صغير ما بتكفيش حاجة المواطن نفسه أو المنطقة نفسها. مشاكل القرية لفتت انتباه مبادرة حوض النيل، وده مشروع بتتولى الأمم المتحدة تمويله، والهدف منه معالجة المشاكل البيئية والحفاظ على مية النيل. الصرف الصحي اللي بيجي من المنازل بيختلط بمياه الأرضية أو مياه الجوفية، وده بيؤثر بالسلب على مية النيل. هدف البرنامج أو هدف مبادرة حوض النيل إن هي تساعد الناس دي إن هي تعمل نظام صحي آمن للتخلص من الصرف الصحي بتاعهم. لكن لسه ما اتعملش. الحل ده بتنفذه جمعية أهلية محلية، والهدف منه تجهيز خزانات بتصميم جديد عشان تحل محل البيارات القديمة. مية الصرف الجديدة بقى لما الخزانات دي تخلص هتبتدي تتجمع في الخزانات دي، واحنا بعد كده بنجيب جرار الكسح بتتكسح المية دي، وفي غابة شجرية معمولة عند الجبل بتتزق بيها. كل خزان ليه خط صرف بتوصل عليه مجموعة من البيوت، طبعا الخزان بمجرد ما ينتهي ويوصل له خط الصرف يبقى جاهز لاستقبال مية الصرف من البيوت. هو نفسه الهدف اللي هو اللي بيلتقي مع الهدف الألفية، وبالتالي احنا اذا قدرنا ننفذ مشروعات ومبادرات عن طريق جمعيات الأهلية بتواجه مشكلة حصول عدد من الناس على خدمة للصرف الصحي، فده احنا عن طريق تحقيق هذا الهدف اعتقد ان احنا برضو بنقابل الهدف بتاع الألفية. صحيح المشروع ما كملش لسه، لكن الفريق بيأمل ان كل خزان يحسن حياة مجموعة من السكان. احنا عاملين مشروع الصرف ده كبداية، وان شاء الله بنأمل ان يكون فيه نظام صرف صحي متكامل للقرية. المجتمع المحلي لما بيحاول يحل المشكلة دي مش بس بيحسن حياته، لكنه كمان بيمنع تدهور البيئة اللي حواليه وتلوث مية النيل. فاطمة حمادة، محمد حنفي، لبحار في النيل التنمية، أصوات.